هنكمل في المحاضرة دي محاضرات الـ Image Enhancement، وهنتكلم النهاردة عن الـ Sharpening. طبعا كان الفرق بين الـ Sharpening والـ Smoothing هو إن الـ Smoothing لو في Edges موجودة الـ Smoothing بيخليها باهتة، ما بيخليهاش ظاهرة أوي، بيدمج الـ Object مع الـ Background. ولكن الـ Sharpening بيخلي إن لو أنت عندك Edge بيخلي الـ Edge دي تظهر أوي، بيعمل Enhance للـ Edge. أوكي، نوصل لحاجة زي كده ازاي؟ بإن احنا نعمل differentiation، differentiation أو نعمل subtraction. subtraction يعني أنت تشوف البكسل اللي أنت فيها مختلفة قد إيه من البكسل اللي قبل، مختلفة مثلا 10، يعني ال intensity بتاعتها intensity value بتاعتها أكبر بمقدار 10 values. خلاص بتيجي تقول إن ال image الجديدة هتبقى ال current pixel وأزود عليها 10، يعني هظهر البكسل إيه أو لو أنت عندك هنا. طبعا احنا في الديفرنشيشن ممكن نعمل فيرست ديريفاتيف وسكند ديريفاتيف، او ان انت تعمل الاختلاف بين البكسل الحاليه، يعني انت عشان تجيب الفيرست ديريفاتيف بتجيب الاختلاف بين البكسل الحاليه والبكسل اللي جنبك. لكن لو عايز تجيب سكند ديريفاتيف بتبدا تحسب البكسل والاختلاف بين اللي قبل واللي بعد. تمام، فبتحسب السكند ديريفاتيف او الطرح يعني، او الفروقات بين البكسل دي بين كل بكسل والتانية، والناتج ده بتبدأ تجمعه على الايمج دي. يبقى انت عندك 50، يبقى تجمع عليها سالب 10 هتبقى 40، ال60 هتجمع عليها 20 هتبقى تجمع عليها سالب 20 هتبقى 40، وهكذا. تيجي مثلا عند ال100 هتجمع عليها 10 هتبقى 110. دي الفكرة بتاعت الشاربلينج. الشاربلينج انت بتظهر الاختلاف، اختلاف بين البكسل دي والتانية، طب انا هضيف، فبروح ضايفينه ايه اكتر عشان الاختلاف ده يظهر. اوكي، فزي طبعا ما اتفقنا ان انت عشان تحسب الطرح تطرح البكسل الحالية من البكسل اللي قبلك او البكسل اللي بعدك عادي. بس لو انت طرحت البكسل دي من البكسل، يعني اخترت طريق واحد اللي هو الاكس بلس 1 والاكس، يبقى انت كده تجيب الفيرست ديريفيتيف. لكن لو تطرح هتكونسيدر الاثنين، يبقى انت كده بتجيب السكند ديريفاتيف، او بتشوف الفرق بين البكسل الحاليه واللي قبلي واللي بعدي، او بتمشي في الاتجاهين ده السكند ديريفاتيف. تمام، فخلينا مثلا نشوف السكند او الفيرست والسكند ديريفاتيف هنا بالنسبه لل، بفرض ان انا عندي اونلي 1 دي فانكشن او 1 دي ايمج او فيكتور عامه، عشان اجيب ده لو فرضنا ان دي اف، عشان اجيب الدي اوف اف على الدي اوف اكس او الفيرست ديريفاتيف بالنسبه للاكس اللي هو الاحداث السيني، بتمسك البكسل دي وتشوف الفرق بينها وبين البكسل اللي بعدها. 50 ناقص 50 0، يبقى البكسل دي 50 ناقص 60 10، 60 ناقص 90 30، 90 ناقص 100 10، 100 ناقص 100 0، 100 ناقص 100 0. تمام، ده الفيرست ديريفيتيف. السكند ديريفيتيف بقى طبعا انا ما كنتش بقدر البكسل اللي قبلي واللي بعدي، فانا طبعا بالنسبه للبكسل الاولانيه انا مش هينفع يكون في قبل وبعد، انا في بعد بس، فطبعا دي ممكن نسيبها خالص او ان احنا نكونسيدر الفيرست ديريفيتيف اللي هو زيرو. طيب ال 50 دي بتعمل ايه؟ بتقول ال اف اوف اكس بلس 1 زائد الاف اوف اكس ماينس 1 ناقص 2 في اف اكس. مش انت هنا لما كنت بتجيب اف اوف اكس بلس 1 عايز تجيب الفيرست ديريفيتيف بتقول اف اوف اكس ماينس 1، سوري اف اوف اكس بلس 1 ماينس اف اوف اكس، الايكويشن دي اكتبها تاني اللي هو اف اوف اكس ماينس 1 ماينس اف اكس، يعني الاختلاف بين البكسل الحاليه واللي بعدها، والاختلاف نكتب احسن، والاختلاف بين البكسل اللي بعدي والبكسل الحاليه، سوري ماينس 1 والاف اكس دي مين؟ دي ال لو هتمشي في الاتجاه التاني، هو الفيرست ديريفيتيف برضه بس هتمشي في الاتجاه التاني. بتجمع بقى التو ايكويشن دول مع بعض اللي هي الاف اكس بلس 1 ماينس اف اكس، وتجمعها مع الاف اكس ماينس 1 ماينس اف اكس، هيديك اف اكس بلس 1 زائد اف اكس ماينس 1 ناقص 2 اف اكس. ده السكند ديريفيتيف او الطرح في الاتجاهين. تمام، هينتج لي حاجه زي كده. انت هتيجي عند البكسل، طبعا دي مش هنقدر نجيب القيمه بتاعتها، ممكن نقدر الفيرست ديريفيتيف لان طبعا البكسل دي ملهاش قبل وبعد، ليها بعد بس. طيب اجي عند البكسل دي اللي قبل وبعد، اقول ان عباره عن ايه؟ اللي بعد ناقص اللي قبلي ناقص 2 في البكسل اللي انا فيها. انت عندك اللي قبلك، اللي قبلك 50 واللي بعدك 60 110، 110 ناقص 2 في 50 اللي هي 100، 110 ناقص 100 10. اوكي، هتيجي عند 60، ال 60 في قبل وفي بعد اللي هو 90 ناقص 90 زائد 50 140، 140 ناقص
الاتنين في 60 اللي هي اتنين في 100 ناتج يبقى 120، انا معاك 140 ناقص 120 20 وهكذا. اوكي، ده الفيرست ديريفيتيف والسكند ديريفيتيف. فاحنا بنبقى عايزين نعمل شاربنج بان احنا بنكونسيدر السكند، واحده من الطرق يعني انا كونسيدر ايه السكند ديريفيتيف. طيب ليه ما بعتبرش الفيرست ديريفيتيف بس؟ لان الفيرست ديريفيتيف يعني بيعتبر ان هو كانه بيكونسيدر الايدج، لكن السكند ديريفيتيف بيكونسيدر الايدجز والفاين ديتيلز، الديتيلز اللي هي بتبقى صغيره، الحاجات التفاصيل الدقيقه اللي تبقى في الايدج. تمام، فيفضل ان احنا بنشتغل نتعامل مع السكند ديريفيتيف. طيب طيب دلوقتي انا خدت السكند ديريفيتيف يعني البكسل الحاليه، البكسل الحاليه خدت الفرق بيني وبين اللي بعدي، وخدت الفرق بيني وبين اللي قبلي، ونسمى كل ده اسمه دي اوف اف اوف اكس، دي 2 اوف اكس، يعني الاختلاف بين اللي قبل واللي بعد في اتجاه الاكس. طيب لو انا عايز اخد اتجاه الاختلاف بين اللي قبل واللي بعد في اتجاه الواي، يبقى اسمها دي 2 اف اوف واي. هيبقى زي ما انت كده، انا كنت بتزود الاكس وهي بتنقص الاكس، و2 اف اكس هيبقى بتزود الواي بتنقص الواي زائد 2 اف اكس. اوكي طيب ولو عايز تجيب الديفرنشيشن النهائي او السكند ديريفيتيف في النهائي، هتكونسيدر التو ايكويشنز دول، الاختلاف او الديفرنشيشن في حاله الاكس او في اتجاه الاكس، والديفرنشيشن في اتجاه الواي. هيبقى عندك اف اكس بلس 1 اف اكس ماينس 1 واف اكس واي بلس 1 واي ماينس 1 ماينس 4، لان انت عندك هنا 2 اف اكس 1 وهنا 2 اف اوف اكس، 2 اف اكس و2 اف اكس. اوكي، فده يعني المفروض يبقى الجنرال فورم للسكند ديريفاتيف، ان انت المفروض تكونسيدر اللي قبلك واللي بعدك من اتجاه الاكس، واللي قبل واللي فوقك واللي تحتك في اتجاه الواي. طيب فكره ان انا طبعا انا ممكن يجي لي ماتريكس زي كده، وممكن اجيب السكند ديريفاتيف للبكسل دي والسكند ديريفاتيف للبكسل دي. طيب خلينا نجربها كده. طبعا السكند ديريفاتيف في الاتجاهات كلها العشرة دي، عايز اجيب النيو بيكسل فاليو بتاعتي او السكند ديريفاتيف ليها، بتكونسيدر ال20 زائد ال10 زائد ال20 زائد ال10 وناقص 4 في ال10. اوكي، هي البيكسل اللي قبلك والبيكسل اللي بعدك اجمعهم على بعض، والبيكسل اللي فوقك والبيكسل اللي تحتك اجمعهم على بعض، كل ده في الاخر تقول ناقص اف اكس اللي هي ناقص 4 في ال10. اديك كده 20 زائد 20 زائد 10 زائد 10 ناقص 4 في 10، اديك في الاخر 20. يبقى البكسل دي السكند ديريفيتيف بتاعها 20. طيب لو البكسل دي هتبدا تقول ال10 مع ال10 زائد 10 في اتجاه الاكس زائد ال10 زائد ال10 في اتجاه الواي، معاك دلوقتي 40 ناقص 4 في 10 اللي هي ناقص 40، هيديني زيرو، يبقى مفيش اختلاف. طبعا فكره ان السكند ديريفيتيف بيطلع بزيرو، ده معناه ان انت موجود في فلات اريا، ما عندكش اختلاف بينك وبين كل اللي حواليك، لكن دي البكسل دي كان فيه اختلاف، كان فيه هنا عشرينات وكان فيه هنا عشرينات، فهي موجودة في قيمة يعني. تمام، طيب كون ان انا اجي عند كل بكسل بحسب لها المعادلة دي، اعتقد يعني تحس كده ان هي هيدك. احنا عايزين نحول البكسل الفورمولا دي لشكل فلتر، بحيث ان احنا نعمل الشاربنينج ككونفوليوشن او كفلترنج عادي. اوكي طيب، واحد من الـ يعني الاربع انواع من الشاربنينج فلتر المشهورين اللي بيعتمدوا على الفيرست والسكند ديريفاتيف، هو اللابلاسيان او الانشارب او الهاي بوست او السوبل. طبعا دي الاربعه، في منهم في اكتر من كده يعني، بس اللابلاس ده ساعات بنسميه لابلاسيان، بس ده الاربعه اللي هناخدهم حاليا يعني. طيب عايزه كونفرت السكند ديريفاتيف فورمولا لفلتر، اللي بيحصل انت بتعمل ايه؟ بتقول انا البكسل اللي قبلي والبكسل اللي بعدي مالها؟ طب واحد واللي بعدك واحد، طيب اللي فوق هناخدها اللي فوقي واللي تحت هاخدها بواحد، طب واللي انا فيها بضربها في ماينس ايه؟ في ماينس 4. وده شكل الفلتر لو انا عايزه اطبق يعني عايزه اطبق سكند ديريفاتيف. فالسكند ديريفاتيف مباشره اسمه لابلاسيان، ان كيس ان انت تاخده كفلتر يعني. طيب اللي هي ويندو. طيب المفروض طبعا
المفروض هيجي لنا مثال. طيب خلينا نشوف ايه الفلتر ده، اللي هو الواحد وسالب أربعة، ممكن يظهر منه فيرجنز تانية. هو أنت مش هو المفروض الفلتر السمشن بتاعه يبقى بزيرو؟ فأنا ممكن أعمل كده برضو، أضرب الفلتر في ماينس 1 هيديني السمشن بزيرو، فهي هيبقى نفس الإفكت يعني، دي مجرد بس فيرجنز تانية من لابلاسيان، مش بيعمل حاجة، هو بيشتغل بطريقة تانية بس. طيب فواحدة من ضمن الحاجات الفيرجنز من اللابلاسيان هو ان انت ممكن هتلاحظ من الفلتر ده ان هو بيكونسيدر الايه الايدجز اللي موجوده في الهوريزونتال والفيرتيكال، لكن الدايجونال مالها؟ ما بيعتبرهاش معاه. لو احنا اعتبرنا ان احنا نعمل الديفرنس في الدايجونال، شكل الفلتر هيبقى بالمنظر ده، بحيث طبعا السمشن او في النص ده يبقى 8 والباقي كله ده يبقى مجموعهم 8. بنخلي كل التانيين بوزيتيف واللي في السنتر نيجاتيف، او العكس، تخلي كله نيجاتيف واللي جوه بوزيتيف، هيبقى السمشن بتاعه بزيرو. تمام. ان جنرال يعني هو الطبيعي ان انا عشان اجيب البكسل الجديده، البكسل الجديده في الايمج الجديده يعني، بعبارة عن البكسل اللي انت جبتها زائد السكند ديريفيتيف. يعني ايه زائد السكند ديريفيتيف؟ يعني انت لما بتجيب السكند ديريفيتيف ده مش هو ده في الاخر الشاربنج، لا، ده انت بتضطر تجمع القيمه دي على البكسل الاصليه او على الايمج الايه الاصليه. يعني مثلا حاجه زي كده، اتمنى يكون في مثال، لو ما فيش مش مشكله. يعني انت مثلا لو عندك ماتريكس زي كده وده الفلتر، بتطبق بحيث تجيب السكند ديريفيتيف. السكند ديريفيتيف ده مش هو الشاربنج اوت، لا، ده انت بتضطر تجمع دي مع دي، يعني كأن بتقول ايه الاختلاف عندك في الايمج دي كام كذا، طب انا بقى هضيف، يعني هعمل شاربنج اكتر. خلاص. فهي دي الفكره، انت الجي بتساوي عباره عن الاف زائد السكند ديريفيتيف اللي انا جبته. اوكي. وهتلاقي هنا مثلا عندك ال 50 ناقص السكند ديريفيتيف طلع سالب 10 هيبقى 40، عندك مثلا هنا 100 وده 10 هيبقى 110، مثلا النقطه دي 60 ودي سالب 20 هتبقى 40، وهكذا. في بعض الأحيان بعمل ال ال بعمل الاف الماتريكس الجديدة بتساوي الماتريكس القديمة زائد السكند ريفت، وساعات بقول ناقص السكند ريفت. امتى بقول بلس وامتى بقول ماينس؟ لو السنتر بتاع الماسك أو السنتر بتاع اللابلاسيان كان بوزيتيف بجمع عادي، يعني بجمع الايه الفرق، لكن لو كان السنتر بالنيجاتيف بضطر أقول ناقص، لأن أنا أصلا عايزة أجمع الفرق. فهو لما يبقى السنتر بالناقص هطلع لك قيم يعني بالناقص، فانا بجمعها علشان اجمع الفرق. اوكي. فيبقى اف اكس بلس السكند دريفت. طيب الرسمه دي عباره عن يعني انبوت واوتبوت لللابلاسيان، عندي الايمج الاصليه، لو انت طبقت اللابلاسيان وجبت السكند دريفت هيطلع لك حاجه زي كده. تمام. اطرح لي الايمج دي، اجمع الايمج دي مع الايمج دي هيديك كده. تمام. اجمع الايمج دي مع الايمج دي هيديك كده. طيب طبعا احنا بنقول بنجمع او بنطرح على اساس الفلتر اللي احنا استخدمناه، لو الفلتر هنا كان بسالب يبقى هطرح دي من دي، دي ناقص دي. خلاص. لو السنتر بتاع الفلتر كان سالب يبقى دي ناقص دي. طب لو انا كنت بستخدم الفلتر اللي هو الاربعه هيبقى دي زائد دي. اوكي. طيب دي زائد دي هيديني دي. فده ناتج الايه الشاربند ايمج. طيب في ناس مثلا قلت لك انا الشاربنج ده مش عاجبني، او مش حاسه ان هو بيبقى يعني دي لو بلورد ايمج حاسه انها قريبه منها عادي، ما فيش اختلاف. ممكن تستخدم السكيلد فيرجن من اللابلاسيان، وهو اللي هي بيبقى فيها 8، انت تكونسيدر الدياجونال ايدجز، فده ناتج السكند ديريفيتيف لو استخدمت الفلتر ده. وبتجمع بتطرح بقى، بتطرح دي ناقص دي بيديك دي، هتلاحظ ان الايمج دي ايه مور شارب عن الايمج دي. خلاص. فده طريقه التعامل مع اللابلاسيان، هو بيزد على الفيرست والسكند ديريفيتيف، اللي هو الاختلاف بين البكسل، ان انا بضيف الاختلاف بين البكسل والبكسل اللي حواليا. تمام. بتشوف الاختلاف وبتضيفه، يعني بتظهره اكتر. طيب
طيب الفكرة بقى دلوقتي ان انت وانت في المعادلة دي بتقول ايه؟ بتقول اف اكس واي زائد السكند ريفيتيف. السكند ريفيتيف ده كان بالاصل عامل ازاي؟ عبارة عن الايكويشن الكتيرة دي اللي هي دي مثلا، تمام؟ فانت بتقول اف اكس، نعملها كده، بتقول ان انا عايز اول اف اكس هجمع عليها السكند ريفيتيف، اف اكس واي هجمع عليها السكند ريفيتيف، صح كده؟ فهيديك هنا في المعادلة ايه؟ زائد اف اكس واي. انت عايز تجيب البكسل النهائية يعني، زائد اف اكس واي اللي هي ايه؟ طبعا في حالة ان انت، في حالة ان انا بجمع، خليني هنا بقول بطرح ماشي، فيديني انا طرح عشان انا اصلا السالب 4 يبقى ده السالب، فهيديني ايه؟ هيديني ماينس 4 اف اكس، وهنا ماينس اف اكس، يبقى في الاخر ايه؟ ماينس 5. فأنا ممكن بدل ما أعمل الستيب دي إن أنا أجي كده أقول الإيمج دي، وبعدين أجيب اللابلاسيوم فلتر، وبعدين أطرح الاتنين من بعض، أو دي ودي وأجمع الاتنين على بعض. أنا أصلا ممكن أطبق الفلترنج على طول وما أجيبش الإيمج دي، أقول دي أطبق عليها فلتر تديني دي على طول. إزاي؟ بإن أنت تكونستر الإيه؟ الفكرة دي، إن أنت أصلا لما بتضيف في الآخر الاف اكس وواي، كأن انت حطيت في النص ايه، ضفت في الفلتر في النص بيكسل جديدة، تمام؟ بدل الاربعة هتبقى خمسة، وبدل التمانية هيبقى تسعة، خلاص. فدي الفيرجن التانية من ال دي فيرجنز تانية من اللابلاسيان، بيسميها انهانسد لابلاسيان. هي ما نفس التأثير يعني، احنا لو عملنا عندنا مثال دلوقتي بالاول الاخر للاوبريشن دي هيديني نفس الناتج، هي الفكره بس ان هو سرع العمليه. طيب خلينا مثلا ناخد مثال كده، اعتقد هيكون في مثال. طيب لو انا عندي، هو بيسميه كومبوزيت لابلاسين او انهانسد لابلاسين، لو انت عندك الايمج الاصليه طبقت عليها الفلتر، اداك دي هتجمع دي على دي، طبعا الفلتر هنا بالموجب، سوري السنتر بالموجب، فهتجمع الاثنين دول على بعض، اجمعهم كده يديك دي، تمام؟ طبق بقى الكومبوزيت لابلاسين على طول على دي، هيديك دي هتبقى هي دي. ففكرة الكومبوزيت لابلاسيان ان هو على طول بس بيسرع الدنيا، مش هتضطر في الاخر تجمع او تطرح. الناتج الكونفوليوشن او ناتج الفلترنج هيكون هو على طول في الاخر الانهانسد او الشاربند ايمج. اوكي، دي بس كومنت بالنسبه للكومبوزيت لابلاسيان. لو عايزين نطبق الكومبوزيت لابلاسيان، وهنا بيقول لي طبق اللابلاسيان والكومبوزيت لابلاسيان وشوف، عايزينها ستيب باي ستيب يعني. طيب انت مبدئيا هتحط اسيومنج ان طبعا 3 في 3 ايمج فلتر، فانت معاك 3 في 3 هتضرب وتجمع، بس طبعا الفلتر السنتر بتاعه يبقى عند الاربعه، الاربعه تبقى موجوده هنا، فانت معاك سالب 1 سالب 1 سالب 1 سالب 1 و4، نضرب ونجمع كده ال 50 في الاربعه وال60 في سالب 1، 60 في سالب 1 وال50 في سالب 1 وال60 في صفر. اوكي، انا معايا دلوقتي الخمسين في أربعة، وادي الستين في سالب واحد، وادي الخمسين في سالب واحد، خمسين ده خمسين ماشي، وادي الستين في صفر. اوكي، لو عملناها لو حسبناها نلاقيها ان هي بسالب 10. اوكي طيب، دي لو سالب 10 يبقى الجي اوف اكس بكام؟ ب 50 ناقص 10 اللي هي 40. اوكي طيب، عايز انفذ نفس الاوبريشن على الايمج دي. انا اعتقد ان هو اعتبر حسب البوردر ان هو يبقى ريبليكيت. اوكي، ف انا عندي هنا الصفر والسالب واحد والخمسه والصفر والسالب واحد، دي دول بوردرز ممكن احطهم بزيروز، لو حطيتهم كلهم بزيروز خلاص، لكن لو عملت ريبليكت هتبقى معايا. فلو عملت ريبليكت هيفرق معايا هنا وهنا. اوكي، يفرق معايا هنا 50 وهنا 50. طيب 50 و50 و50 و60، 50 و50 و50 و60 و4 في 50. طيب ده الفلتر ده، وانا مش بس مشكله، مش معايا تليفون، فانا اعتقد ان انا لو حسبتها حسنا هتبقى حاجه تانية، بس هي الفكره كلها هي ماس يعني، بتضرب الفلتر ده في ده خلاص، وتحط الاربعه في نص، ومعاك سالب واحد سالب واحد سالب واحد سالب واحد. بما ان احنا على البوردر،
يبقى لازم اعمل حاجه في البوردر، احط ايه، احط اعمل زيرو بادنج او اعمل ريبليكت. فلو عملت زيرو بادنج هيبقى معاك 50، طبعا القيمه هنا زيرو، معاك 50 و60 و 5 في 40، 50 في 4 بس. هو هنا عمل 50 في 4 و50 و50 و60، ففي 50 هو واخدها تاني. اوكي، هو دلوقتي المفروض ان هو مش عامل زيرو بادنج، هو عامل حاجة تانية لان في 50 زايدة. لحظة، ممكن حاطة بس ولا حاجة، 4 في 50 ناقص 50 ناقص 60 90. طيب لو فرضنا ان هي ريبليكت، فهتلاقي ان دي 50 ودي 60 ودي 50 ودي 60، فالمفروض يكون في 2 50، 50 و50. ده لو انت بتطبق لابلاسيان ومعاك هنا سالب واحد وهنا سالب واحد. طيب لو مشينا طبعا على البيكسل اللي بعدها، هلاقي ان انا عندي ال 3 في 3 هضرب واجمع، هيطلع لي رقم، والرقم ده في الاخر هو اللي هجمعه على ال 60، يبقى 60. لو طلع سالب 20 يبقى 60 ناقص 20 ب 40. طيب وهكذا لغايه لما تخلص البيكسلز. لو عايزين نطبق الاوبريشن دي بالكومبوزيت لابلاسيان، الكومبوزيت لابلاسيان بيبقى 50 في النص، معاك سالب 60 وسالب 50، المفروض يكون هنا سالب 50 وسالب 50. طيب وال 50 هتضرب في 5. هي عامة نفس الفكرة في المثال اللي فات. أنا أعتقد إن في غلطة ما، يعني ال 50 دي المفروض تحط سالب 50 وسالب 50 بس. أتمنى طبعا الدنيا تبقى يعني أسهل، يعني إحنا ممكن ما نعملش كونسيدريشن للأرقام دي ونركز إحنا ممكن نضرب ونجمع إزاي. يعني مش مهم الخطوات دي، مش مهم الأرقام دي، أهم حاجة إن أنا أضرب وأجمع، أضرب وأجمع، ولو أنا على البوردر يبقى بعمل زيرو بادنج أو بعمل ريبليكت بوردر. طيب ده الكومبوزيت لابلاسيان، هيطلع لك نفس الناتج بالظبط. انت معاك البيكسل بقى 40 40 110 110، هيطلع لك هنا نفس اللي طلع 40 40 110 110. هو بيسرع الدنيا بس، لكن نفس الافكت، ما بيعملش مثلا بيعمل شاربنينج بشكل اكتر او اكبر، لا. هو في اللابلاسيان عندي بس الـ ده السكيلد لبلس. انت موديل بتكونسيدر الايدجز، اوكي، او الدايجونال، ده اللي احسن من اللبلس العادي، لكن الكومبوزيت ما فيش اختلاف، هو بس بيسرع الدنيا. بعد كده في النوع تاني من الشاربنج اللي هو اسمه انشارب ماسك، هو اسمه بس كده، اسمه انشارب ماسك. الفكره ان هو بيقول لك ايه، وانا لو عندي ايمج اصليه وعندي ايمج بلورد، الاختلاف ما بينهم هيبقى ايه؟ هيبقى الايدجز، صح؟ هات لي بقى الايدجز دي واجمعها لي على الايمج الاصليه. يعني هي طريقه تفكير، يعني معاك ايمج اصليه، معاك بلورد فيرجن. طبعا هو بيأسوم ان انت معاك الايمج الاصليه. انا في كل الاحوال لو عندي الايمج الاصليه يعني خلاص، ما الايمج الاصليه واضحه، مش محتاج ان انا اطبق الانشارب ده. بس هي دي طريقه تفكير، يعني ان انت لو معاك الايمج الاصليه ومعاك بلورد فيرجن، اطرحهم من بعض هيديك ايه؟ ده اسمه الايدج او التفاصيل. بنسمي ده بقى، هو الكونتنت بيبقى الايدج، لكن احنا ممكن نسمي ده اللي هو الماسك. الماتريكس كلها تبقى اسمها الماسك. بعدين بقى انا بعمل ايه؟ بروح جاي على الايمج اللي عايز اجيب الجي اوف اكس، تبقى عباره عن ايه؟ البكسل الاصليه زائد الماسك، زائد الماسك اللي انا جبته. اوكي؟ كده بتجيب الايمج، بيبقى معايا الاف اكس الاصليه، والاف داش اوف اكس دي عباره عن بلورد ايمج، بتطرح الاثنين ببعض بيديك ايه؟ بيديك الماسك. بجمع الماسك ده على الايمج الاصليه يديني الايمج النهائيه. انا كده اعتبر جمعت الايه؟ الايدجز او الاختلاف بين الصورتين. اوكي، دي طريقه تفكير، يعني بعملها نتيجه ان انا بسبتراكت بلورد ايمج من الايمج الاصلي. لو احنا عملنا حاجه زي كده، لو احنا عملنا حاجه زي كده، دي الايمج الاصليه، دي البلورد ايمج، عملت طبعا البلورنج ده نتيجه افريج فلتر او اي حاجه، هعمل ده ناقص ده هيديني ده، هروح جمع ده على ده هيديني دي. اوكي،
اوكي. في بعض الاراء بتقول ان لو انا عملت حاجه زي كده ما بقاش التاثير واضح قوي عن الصوره دي، يعني الصوره دي هي نتيجه التنفيذ الانشرب، انت مجرد عملت ماثيماتيكال اوبريشن عشان تطلع تكونسيدر الانجز معاك وتخليها مش محتاج بقى سكند ديريفيتيف او حاجه. في اراء تانية، وهو ان ماذا لو انا الايدجز دي اديتها ويت، يعني قلت انا الايدج عايز اضربها في فاكتور، اضربها يعني اظهرها، وبعدين بعد ما اظهرها اجمع الايمج الاصليه دي على الايدج المتعدله بعد ما ضربتها في فاكتور، بدل ما اجمع دي على دي اجمع دي على دي بس بعد ما اضربها في فاكتور، دي اضرب دي في فاكتور، فتبقى دي الايدجز متحسنه شويه او باينه قوي، فتجمع دي عادي تديك حاجه زي كده. ففي لو انت معاك انشارب او بتطبق الاوبريشن بتاع الانشارب ورحت مدي ويت اكتر للايدجز، يبقى انت كده بتعمل هاي بوست فلترنج، بيسميها هاي بوست فلترنج. فالهاي بوست فلترنج دي كانها فيرجن تانية من الانشارب عادي، بس الفكره ان انت بتدي ايه ويت للماسك. فهي دي الفكره، ان انت بيبقى معاك الايمج البلورد وبتجيب الماسك من خلال اف اكس ماينس البلورد فيرجن، بيديك الماسك، بتجمع الماسك على ايه؟ بتجمع الماسك على الايمج الاصليه، بيديك الايمج الجديده. لو انت بقى ضربت الماسك ده فاكتور يبقى انت كده بتعمل هاي بوست. بقول لك لو كان الكي بواحد يبقى انت بتعمل انشاربنج، لو كان الكي اكبر من واحد يبقى انت بتعمل هاي بوست. دول ثلاث الجوريزمز حتى وقتنا هذا في الشاربنج، اللي هو السكند ديريفاتيف وسميناه لابلاسيان، والانشارب والهاي بوست. طيب والهاي واللابلاسيان في ثلاثة فيرجنز منه، الفيرجن اللي هي في السنتر فيه أربعة، والسنتر فيه ثمانية، والسنتر والكومبوزيت اللي هو السنتر بيكون فيه خمسة أو تسعة. طيب لو عايزين ناخد مثال من الأول للآخر عشان نشوف الشاربنينج، هلاقي إن أنا عندي لو الإيمج الأصلية كده ببدأ أطبق ستاندرد افريج او الافريج العادي او الويتد افريج عادي عشان اوصل للبلور ديفيرجن من الايمج اللي هي الاف داش، واطرح الاثنين من بعض، اطرح الاثنين من بعض هيديني ايه الماسك او هيديني الايدجز او كأنها السكند ديريفاتيف يعني، او الديفرنشيشن او الديفرنس بتوين الايه البيكسلز يعني. طيب فانت معاك دلوقتي البيكسلز المفروض تجمع دي على دي، خلاص. فال 50 ناقص 3 هيديني 47، ال 60 ناقص 7 هيديني 53، وهكذا. اوكي، فالانشارب عباره عن الاف زائد الماسك. طيب لو حصل وانت كنت جيت عند الماسك ده ضربته في ايه؟ في مثلا فاكتور اسمه 3، فقلت بقى معاك الماسك سالب 3 في سالب 3 في سالب 9، 50 ناقص 9 هيديني 41. طيب السالب 7 ضربها في 3 يبقى 21، 60 ناقص 21 هيديني 39، وهكذا لكل البيكسلز. مثلا الثلاثة دي 3 في 3 ب 9، معاك 100 ناقص 9 هيديني 100 ناقص 9، 100 زائد 9 لان 3 في 3 سوري، 3 في 3 ب 9، 100 زائد 9 ب 109. اللي هنلاحظه ايه بقى في الهاي بوست؟ ان هو لو انت البيكسلز اللي موجودة عندك دي عبارة عن ايدجز، هو بيعمل لها شاربنينج اكتر من من العادي، يعني شارب يعني بيظهرها. تمام، مثلا عندك هنا دي 53 ودي 97، بيخليها 39 و111. 39 و111 يعني ايه؟ يعني بيخلي ان في فرق قوي ما بين البيكسلز، وبالتالي هيبقى هيظهر ان في هنا ايدج. تمام، وبيعمل شاربنينج. ده الاختلاف في الهاي بوست. اوكي طيب بعد كده طبعا في فلتر تاني بيكون الهدف منه بس ان هو بيكونسيدر الفيرتيكال والهوريزونتال ايدجز، مالوش دعوه بقى بالايدجز كلها ولا الدياجونال ولا يعني مش بيكونسيدر كل الايدجز. لو انت بتكونسيدر الايدجز اللي هي هوريزونتال، وطبعا الماسك لازم يكون مجموعه زيرو، فهتاخد هنا سالب واحد سالب واحد سالب اتنين سالب واحد، وهنا واحد واثنين وواحد، طبعا بنخلي الاثنين في النص عشان يدي ويت اكتر للنقطه اللي في النص. طيب عايز تكونسيدر السوب، عايز تكونسيدر الايدجز اللي موجوده هوريزونتال، تبقى عندك كده وكده واحد واثنين وواحد وسالب واحد وسالب اثنين وسالب واحد. اوكي طيب
لو عايز اطبق انسوب الاوبريتور على نقطه بالمنظر، طبعا هو هنا بيعملها كمعادله، يعني المفروض كنا عايزين مثال افضل. خلينا نشوف كده. لو انا عندي ماتريكس زي كده ومش عايزه اطبق على الماتريكس كلها، عايزه اطبق على البوينت 1 و2 و3 و4 انسوب الاوبريتور. عشان تطبق السوبر اوبريتور لازم تسأل انت عايز الهوريزونتال ايدجز ولا الفيرتيكال ايدجز. وفي بعض الاحيان بيبقى طالب منك الاثنين، الاثنين دي طبعا هو عايز الهوريزونتال والفيرتيكال. هنعمل ايه؟ هنضطر نجمعهم على بعض، بس خلينا بس واحده واحده. معاك البوينت الاولانيه، البوينت الاولانيه دي 10، والفيرتيكال ده سوري الفلتر ده 3 في 3، بتاخد ريجن 3 في 3 حوالين الايه؟ حوالين ال 10. اوكي، خد 3 في 3، الفلتر فيه سالب 1 سالب 2 سالب 1، وهنا 1 و2 وايه؟ 1. اضرب وجمع. طبعا الحاجات دي هتبقى صفر فمش هنعتبرها خالص، يبقى 10 زائد 10 في 2 زائد 10، وهنا سالب 10 سالب 10 و2، وهي كلها شبه بعض تقريبا هتطلع بزيرو يعني. الجي اوف اكس هيطلع بزيرو، بنسميها جي اوف اكس او جريدنت في اتجاه الاكس، او الاختلاف في اتجاه الاكس، او الهوريزونتال ايدجز، او السوب الفيرجن 1. ده هيطلع بزيرو. زيرو ليه؟ لان انت هتلاحظ ان العشر دي موجوده، مفيش اختلاف بينها وبين الحاجات في اتجاه الاكس، مفيش في اختلاف بينها وبين الحاجات اللي حواليها في اتجاه الواي. يبقى الجي اوف اكس هيطلع بزيرو، وكذلك الجي اوف واي هيطلع بزيرو. بس خلينا نحسبها. لو عايز احسب الجي اوف واي هحط الفلتر بالمنظر ده، وده هنا برضو 1 2 1، وهنا سالب 1 سالب 2 سالب 1. هضرب واجمع، هيطلع لي في الاخر بزيرو. هنلاحظ هنا الجريدينت او ناتج يعني السوبل هيطلع بالزيرو، لان البي 1 موجوده فين؟ موجوده في كونستانت اريا، موجوده في اريا ما فيهاش اي اختلاف، ما فيش ايدجز او ديتيلز او حاجه، كلها فلات اريا. طيب هو هنا طبعا في الاخر عايز النقطه دي اللي هي بوينت 2، اللي هي ال10 دي اللي جنبها 210. نيجي هنا للنقطه دي، هناخد حواليها فلتر، حولها 3 في 3، ومره هنطبق الجي اوف اكس، ومره هنطبق الجي اوف واي، او مره هنطبق الفلتر بتاع الايدجز اللي هي الهوريزونتال، ومره هنطبق الفلتر اللي هو بيجيب الفيرتيكال. طيب هضرب واجمع، هيطلع لي ان الجي اوف اكس بصفر. لو لاحظنا هنا هنلاقي ان البكسل دي يعني شوف 10 و10 و200 و10 و10 و200 و10 و10 و200، فمفيش اختلاف بالنسبه للاكس. خلينا نشوف الواي. العشرة دي موجود حوالينا 10 هنا، بس موجود حوالينا 200 هنا، فهيبقى في اختلاف. فالمفروض يعني ان الجي واي او الجريدنت في اتجاه الواي او السبل في اتجاه الفيرتيكال هيبقى له قيمة. فالقيمة طلعت بكام؟ برقم 760. فالجي واي از نون زيرو بيكوز البي 2 از لوكيت ان ا فيرتيكال ايدج، موجودة في منطقة ايدج، في هنا عشرات، هنا مثلا في هنا عشرات، وفي هنا متينات، يبقى انا موجوده فين؟ في وسط ايدج. طيب هنفذ طبعا الاوبريشن على البي 3 والبي 4. هنلاحظ ان لما تكون الجي بزيرو ده معناه ان هي موجوده في فلات اريا، لو هي بقيمه ده معناه انها موجوده في ايدج، سواء كان هوريزونتال او فيرتيكال. النقطة بي 4، النقطة بي 4 الجي اوف اكس ليها قيمة والجي اوف واي ليها قيمة، يعني النقطة دي مثلا النقطة دي 4 10 و10 و200، فوق 10 و10 و200 بس تحت 100 و120، ففي اختلاف، فيطلع الجي اوف اكس مالها في ليها قيمة. هاجي هنا مثلا ال10 وال10 وال100، في هنا 10 و10 و100، وهنا 200 و220، ففي اختلاف، يعني في اختلاف ما، يعني مش الدنيا مش فلات. فالجي واي هيطلع بكام؟ هيطلع بقيمة. لو أنا عايز لو هو في الآخر بيقول لك احسب لي الجريدنت في الاتجاهين اللي هو البوزيتيف والنيجاتيف، سوري الهوريزونتال والفيرتيكال، هجمع القيمتين على بعض. أوكي، والقيمتين دول واحدة في يعني النهائي هو اللي هيتحط في الإيه؟ في ناتج الجي أوف إكس وواي أو النقطة الجديدة. تمام؟ ده طبعا مثال للسوبل، لو طبقته بيطلع لي حاجة زي كده، بيطلع لي الايدجز بتبقى ظاهرة. عادة ما السوبل اوبريتور ده بيستخدم في الاندستريال انسبكشن، لو انت عايز تشوف مثلا يعني الحاجة مليانة ولا لأ، حاجة مختلفة عن اللي حواليها ولا لأ، وهكذا. طيب ان جنرال بقى في الانهانسمنت
يفضل او ساعات يعني بيتم استخدام كومباينيشن من السبيشال انهانسمنت ميثود في ايمج واحده. يعني انت ممكن الايمج دي تطبق عليها شاربنينج، تطبق عليها شاربنينج بفلترز مختلفه، ممكن تطبق عليها سموثينج بحاجات مختلفه، في الاخر ممكن يطلع لك حاجه زي كده. يعني هتلاقي الاختلاف رائع جدا، وفي بروسيسنج حصل على الايمج وظهر تفاصيل كتيره. فانا مثلا نتخيل كده ممكن ايه البروسيس اللي انا اعملها. لو انت معاك الايمج دي ممكن تطبق عليها البلاسن فلتر، وبعدين تطبق تطرح دي من دي على حسب ما تطرح او تجمع. طرحت يبقى انت الفلتر ده اللي هو كان في السنتر بتاعه ماينس 4 او ماينس 8، فدي هتطرحها من دي مثلا هيديك دي، يبقى دي ايه شاربند ايمج. الايمج دي ممكن اطبق عليها سوبل، لو طبقت عليها سوبل الايمج هتبقى ظاهره اكتر. طيب ماشي، لو عملت عليها افريجنج، لو عملت على الايمج دي افريجنج المفروض تبقى باهته سنه، ماشي هتبقى باهته سنه. طيب نضرب التو ايمجز اللي هي السي والاي مع بعض، ادي الاي اللي هي الافريج وادي السي، يعني نتيجه الشاربنينج هضربه في نتيجه السموثنج هيطلع لي حاجه زي ماسك، ده هيستخدم كماسك. الماسك ده بقى اجمعه على الايه، لو الماسك ده جمعته على الايه هيديني حاجه زي كده. هل الشكل ده افضل من الشاربنينج اللي انا وصلت له هنا بكتير؟ يعني البيكسلز اللي هي هنا دي ظاهره قوي هنا، تمام. طيب لو طبقت بقى باور لو اللي هي البوينت بوينت ترانسفورميشن، هيظهر لي حاجه زي كده، يعني هعلي الكونتراست بتاع بيكسلز معينه، فهتبقى حاجه يعني حاجه جميله زي كده. فالفكرة إن أنت ممكن تطبق على الإيمج بتاعتك أكتر من enhancement method عشان توصل ل result satisfied. ودي كانت نهاية محاضرة الـ image enhancement أو محاضرات الـ image enhancement. خدنا الـ point خدنا الـ point transformation، وخدنا الـ local في الـ special domain.